بعد عام تقريبا من تولي القائد العسكري إبراهيم تراوري السلطة عبر انقلاب عسكري في بوركينا فاسو الواقعة ضمن دول الساحل غرب إفريقيا، يعلن المجلس العسكري أن قوات الأمن وأجهزة المخابرات نجحت في إحباط محاولة انقلاب. وعلى الرغم من عدم تقديم تفاصيل محددة حول الحادث، إلا أنه تم التأكيد على أن هذه المحاولة كانت تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وإثارة الفوضى. وقد وجهت الحكومة اتهامات لمنظمي محاولة الانقلاب بمحاولة تحقيق أهداف شريرة تتمثل في مهاجمة مؤسسات الدولة. لم يتم الكشف عن هوية المتورطين في المحاولة، لكن المجلس العسكري أكد في بيانه أن بعض الأشخاص تم اعتقالهم وما زالت عمليات البحث جارية للقبض على آخرين ومن يقف وراء هذه المؤامرة. وبالتزامن مع ما قيل عنها المحاولة الانقلابية، بيومين فقط أوقف المجلس العسكري مجلة الأخبار الفرنسية جون أفريكا بسبب نشرها مقالات وأخبارا وصفها بأنها غير صادقة ومضللة بشأن التوترات داخل القوات المسلحة البوركينية. وفي اليوم التالي نزل مئات المتظاهرين إلى شوارع العاصمة واغادوغو ومناطق أخرى للتعبير عن دعمهم للمجلس العسكري وقائده إبراهيم تراوري. التداخل بين طموح فرنسا في إعادة سيطرتها السياسية على بوركينا فاسو مع إعلان فشل المحاولة الانقلابية من قبل المجلس العسكري يزيد من مشاعر المعادية لفرنسا ويؤججها باستمرار، وهو ما يترجم على الأرض باحتجاجات مستمرة على وجود القوات الفرنسية وعلى سياسة باريس للاستعمار في إفريقيا، وهو ما أفرز تحالفات بين دول الجوار لمواجهة ذلك، حيث طرد بعض السفراء الفرنسيين، ووصل الأمر كذلك باجتثاث وسائل الإعلام الفرنسية الموجودة هناك. علي الموسوي، تيرتا عربي.